أحييكم بتحية الإسلام تحية طيبة مباركة من عند الله تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في إذاعتكم إذاعة معهد الوعي الإسلامي الماليزي إكيم إف إم. Yang saya hormati penerbit rancangan Hayya Bil Arabiyah Puan Muna Jasman, seterusnya sidang pendengar IKIM yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya Ustaz Muhammad Rushdi alias akan dibantu oleh pelajar saya Hana untuk sesi yang seterusnya insya-Allah. Pada hari ini saya akan menggunakan istifham, iaitu kata soalan, daripada perkataan limaza. Maknanya mengapakah? Hana akan membantu saya menggunakan perkataan tersebut insya-Allah. Tafadhali ya Hana. Limaza taqra'u al-Qur'an ya Ustaz? Ma makna limaza? Mengapakah? Taqra'u, kamu membaca. Taqra'u al-Qur'an, kamu membaca al-Qur'an. Nah, is'alini maratan ukhra. Lima taqra'u al-Qur'an ya Ustaz? Aqra'u al-Qur'an li'annahu kitabul hidayah. Ma makna aqra'u? Saya membaca. Aqra'u al-Qur'an, saya membaca al-Qur'an. Li'annahu, kerana sesungguhnya ia. Kitabul hidayah. Ma makna kitab? Kitab. Al-hidayah, petunjuk. Naam. Is'alini maratan ukhra. Limadha taqra'u al-Qur'an ya Ustaz? Aqra'u al-Qur'an li'annahu kitabul hidayah. ثم السؤال الثاني. لماذا تقرأ الجريدة يا أستاذ؟ ما معنى لماذا تقرأ؟ Mengapakah kamu membaca الجريدة؟ ما معنى الجريدة؟ سورة الكبر. نعم. مرة أخرى. لماذا تقرأ الجريدة يا أستاذ؟ أقرأ الجريدة لمعرفة الحوادث المعاصرة. ما معنى أقرأ الجريدة؟ Saya membaca surat kabar. لمعرفة. ما معنى لي؟ Untuk. معرفة. Mengetahui. Hadis. Ma makna al-hawadis? Peristiwa-peristiwa. Al-mu'asirah, semasa. Naam. Isalini maratan ukhra. Limadha taqra'u al-jarida ya Ustaz? Aqra'u al-jarida lima'rifati الحوادث المعاصرة. ثم السؤال الثالث. لماذا تقرأ الكتب المدرسية يا أستاذ؟ ما معنى لماذا تقرأ؟ Mengapakah kamu membaca الكتب المدرسية؟ ما معنى الكتب؟ بوكو بوكو. المدرسية. سكولا. نعم. اسأليني مرة أخرى. لماذا تقرأ الكتب المدرسية يا أستاذ؟ أقرأ الكتب المدرسية استعدادا للامتحان. ما معنى أقرأ الكتب المدرسية؟ Saya membaca buku-buku sekolah
استعدادا، ما معنى استعدادا؟ Untuk persediaan للامتحان، ما معنى لي؟ Untuk الامتحان menghadapi peperiksaan. ما معنى لي؟ Untuk الامتحان peperiksaan. اسأليني مرة أخرى يا حنا. لماذا تقرأ الكتب المدرسية يا أستاذ؟ أقرأ الكتب المدرسية استعدادا للامتحان. Kemudian saya akan bertanya kepada Hana menggunakan soalan yang sama. السؤال الأول: لماذا تقرأين القرآن؟ ما معنى لماذا تقرأين القرآن؟ Mengapakah kamu membaca Al-Quran؟ نعم، أسألك يا هنا: لماذا تقرأين القرآن؟ يا هنا: أقرأ القرآن لأنه يرشدني إلى طريق الحق. ما معنى أقرأ القرآن؟ Saya membaca Al-Quran. لأنه kerana sesungguhnya ia يرشدني. ما معنى يرشدني؟ Membimbing saya إلى طريق الحق. ما معنى إلى؟ ke طريق الحق، jalan yang benar. نعم، أسألك مرة أخرى: لماذا تقرأين القرآن يا هنا؟ أقرأ القرآن لأنه يرشدني إلى طريق الحق. ثم السؤال الثاني: لماذا تقرأين الجريدة؟ ما معنى الجريدة؟ Surat khabar. نعم، لماذا تقرأين الجريدة يا هنا؟ أقرأ الجريدة لمتابعة تطورات العصر. ما معنى أقرأ الجريدة؟ Saya membaca surat khabar لمتابعة. ما معنى لي؟ Untuk متابعتي، mengikuti تطوراتي. ما معنى تطورات؟ perkembangan العصري semasa. نعم، لماذا تقرأين الجريدة يا هنا؟ أقرأ الجريدة لمتابعة تطورات العصر. ثم السؤال الثالث: لماذا تقرأين الكتب المدرسية؟ ما معنى الكتب المدرسية؟ بوكو سكولا. نعم، لماذا تقرأين الكتب المدرسية يا هنا؟ أقرأ الكتب المدرسية للمراجعة قبل الامتحان. ما معنى أقرأ الكتب المدرسية؟ Saya membaca buku-buku sekolah للمراجعة. ما معنى للمراجعة؟ Untuk mengulang kaji قبل الامتحان. ما معنى قبل؟ Sebelum امتحان، sebelum peperiksaan. نعم، أسألك مرة أخرى: لماذا تقرأين الكتب المدرسية يا هنا؟ أقرأ الكتب المدرسية للمراجعة قبل الامتحان. بارك الله فيكم. بهذا انتهى وقت البرنامج، ونترككم في رعاية الله تبارك وتعالى، وإلى اللقاء.
Untuk cadangan dan pandangan sila emailkan kepada arab@ikimfm.my. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jomlah kita berbahasa Arab. Jom. Mari pelajari bahasa Arab.